موضوع انحراف الأنف موضوع شائك وشائع، ودائما نقول احنا لا يوجد ضمان 100% على تعديل الانحراف مع عملية تجميل الأنف. ليه؟ لأنه يوجد عوامل خارجية خارجة عن قدرة الطبيب، مثل ذاكرة الغضاريف، مثل الانحراف الداخلي لعظام الوجه، مثل انحراف الوجه وعدم تماثل الجهتين. هذه كلها عوامل قد تضع الأنف بشكل مائل حتى بعد عملية التجميل، ولذلك وجب التنبيه. خرجات الأسنان الناتجة عن قربها من جيوب الأنفية لها جانبين. الجانب الأول جانب الأسنان، وهي إزالة الخراج ووضع دعامة بين السن والجيوب الأنفية، زراعة القاعدة. والجانب الأنفذ والحنجرة اللي هو تنظيف الجيوب الأنفية وفتح مجرى الجيوب الأنفية من بالمنظار من الداخل. فمحتاجة طبيبين، أنت أسنان وأنفذ والحنجرة. والله أنا في كلية الطب يمكن فكرت 8296 مرة أني أترك الكلية، وكل سنة يرجيد الهاجس. دراسة الطب طويلة، دراسة الطب صعبة، أحيانا ذاكر كثير وما تلقي نتائج على اختبار. لكن هذه قسمة الحياة، لازم تكون حاب الشغلة عشان تمشي فيها. بالنسبة لأفكارك هذه طبيعية، وترى تجي لو تسأل طلاب الطب تجي نسبة كبيرة منهم. تمسك وكمل أمورك إذا أنت حاب الشغلة. يا جماعة، تأخر نطق صار الفترة الماضية شوية شائع عند الأطفال، فإذا كان طفلك تأخر في النطق عن العمر الطبيعي، وجب عليك أولاً ذهاب لطبيب أنف وحنجرة فحص الطفل، هذا واحد. والشيء الثاني عمل تخطيط للسمع للتأكد من أن الطفل قادر على السمع، لأنه إذا الطفل مو قادر على السمع لن يستطيع النطق. الأبر اللي على جسر الأنف فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنها غير دائمة، فممكن أنك تحتاج تعملها بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، هذا واحد. الشيء الثاني أنه إذا تم حقن الجسر بزيادة قد ينزل الفلر على جوانب الأنف فيعرض من شكل الأنف. هذه المشكلتين بالنسبة للجسر. بالنسبة لأنربة الأنف أنا ما أنصح أبدا في أي حال من الأحوال أن يتم حقنها.